قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، وأبقى المركزي المصري على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% على التوالي و 8.75% على الترتيب، مع إبقاء سعر الائتماني والخصم عند مستوى 8.75%. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري. مساء الخير أستاذ يحيى، وبداية، هل كنتم تتوقعون قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة هذه المرة؟ أعتقد هذه المرة كان في إجماع تقريبا من كل التوقعات إن هو هيحصل نوع من أنواع التثبيت وليس التخفيض، يعني لأن الحمد لله ما زال هناك في فجوة إيجابية ما بين سعر التضخم اللي واصل في حدود 5.7% وما بين السعر الحالي، والسعر الحالي هو سعر حتى جاذب يعني بيدي إنديكيشن، فهو بالتالي جاذب للأجانب، لا زال في استثمارات بتيجي بشكل يومي ودوري في خلال الفترات الماضية الاستثمار في أدوات الدين المصرية وهكذا، فبالتالي البنك المركزي يفضل أنه يحافظ على نفس الليفل في هذا المستوى. كما أشرت، التضخم يبقى ضمن المستهدفات للبنك المركزي للسيطرة عليها، كيف سينعكس ذلك على مسار أسعار الفائدة في 2021؟ وهل بالفعل نتوقع أن تكون هناك تخفيضات بنفس الحدة التي حدثت في 2020؟ لا اعتقد ان هذا في على الاقل في النص الاول من العام ده ويمكن لاخر العام ما اعتقدش هيكون في حده في الانخفاضات، يعني حتى لو حدث اي جديد انخفاض اكثر في التضخم يعني لا اعتقد ان هيكون حده في الانخفاضات، ولكن الامور ستستقر لفتره متهيألي، ده توقعاتي الشخصيه طبعا، يعني المركزي بيبقى عنده معلوماته الاكثر اللي بيقدر ياخد بيها قرارات، لكن انا توقعاتي الشخصيه انه لا يحصل تخفيض خلال الفتره القادمه. خلينا نفهم من حضرتك ارتباط أسعار الفائدة خلال هذه الفترة بعوائد الشهادات على اختلاف أنواعها. ما زال البنك الأهلي وبنك مصر بيطرحوا الشهادة مرتفعة العائد اللي هي ب 11% اللي هي 3 سنوات. طبعا في برضه كل البنوك بقى عندها بقى كثير من الأوعية الداخلية لمدة عام ولمدة عامين ولمدة 3، لكن هي الأكثر جاذبية في السوق المصري واللي هي بتستحوذ على جزء كبير جدا من السيولة النقدية هي الشهادات البلاتينية لبنكي الأهلي ومصر، لأنها بتدفع أكثر عائد متاح هو 11%. إن العملاء اللي بيبحثوا عن فترات أقل لسنة أو سنتين، فالسنة أو سنتين دول بتخضع للاحتياطي الإلزامي في البنك المركزي، فبيبقى سعرها أقل شوية، بتصل من إلى 6 أو 7%. طيب، بعد إعلان البنك الأهلي عن هذه الأسعار في الأيام الأخيرة، هل وجدتم إقبالا كبيرا على الشهادات بالذات 3 سنين؟ بالفعل الشهادات معظم الاقبال بيكون، وهو ده متوسط العام اللي احنا بنلاحظ ان عملاء في مصر هنا بيفضلوا هذه الفتره المتوسطه الاجل اللي هي 3 سنوات، لا هي فتره طويله ولا هي فتره قصيره، في اقبال كبير. احنا عندنا من شهر يوليو 1/7/2020 حتى الان احنا ما يزيد عن 230 مليار تم ضخهم في الشهادات المرتفعه العائد، وخاصه 230 مليار يا فندم؟ 230 مليار. 230 مليار جنيه تم ضخهم في الشهادات 3 سنين. مظبوط يا فندم. وتوقعاتكم ايه للسنه المقبله 2021؟ هل بتتوقعوا ان يكون الاقبال مستمر مع وجود هذه الاسعار المغريه؟ هو ميزه الاسعار ان هي الاسعار هي متوازنه مفيده لكافه الاطراف، بالنسبه للمقترضين هي في هناك 5% وفي 8% للصناعه والتجاره
والسياحه، فبتقدر تستثمر بشكل كويس، وده يبقى فرصه للاستثمار. بالنسبه للمودعين عندهم سعر ايجابي ب 11% مقارنه بتضخم 5.7%. بالنسبه للاجانب برضه هم شايفين ان اسعار الفائده المعلنه البنك المركزي هي اسعار جاذبه، ان هم يزالوا يستثمروا في اذون الخزانه وادوات الدين الحكوميه، وبالتالي ففي تضخ اموال بشكل جيد خلال الفتره الماضيه، فاعتقد كل الاطراف مستفيده من هذه المنظومه. طيب أستاذ يحيى، خفض أسعار الفائدة على شهادات بنك الاستثمار القومي هل سيكون له تأثير على الشهادات الادخارية؟ لا أعتقد، يعني هو الناس ممكن هتتوجه بس يعني هتتحول إلى الثلاث سنين، يعني حتى اللي كان بيحط في سنة أو سنتين اعتقد ان هو، لان السنه دي قصيره جدا عشان ياخد فيها سعر عالي، هو لازم على الاقل ياخد متوسط، فالمتوسط سنتين اعتقد كله هيروح على الثلاث سنوات، وهي دي اللي هتشهد وابتدت في الفعل تشهد اقبال عليها بشكل كبير، من سواء من جانب البنك الاهلي او في جانب بنك مصر. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس اداره البنك الاهلي المصري.